السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم أبرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. عندكم أرقام في داخل العراق وعندكم أرقام في خارج العراق، وأيضا عندكم رقم الواتساب تقدرون تشاركونا في أي لحظة من لحظات البرنامج. راح نعرض لكم أو تشاركونا وتعطونا أراءكم بالشيء اللي نعرضه أو اللي تردون تقدموه. حياكم الله من جديد ببرنامج صوتكم. بداية، مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتسب في وزارة الداخلية وهو يضرب مواطن بدون معرفة الأسباب، أثار هذا الفيديو غضب واسع بسبب إمعان المنتسب في إهانة الرجل اللي من الممكن أن يكون مجدي مثل ما أشارت بعض المصادر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا أن الرجل مصلي قاعد في شوارع العاصمة العراقية أو بأحد شوارع العاصمة العراقية بغداد، هذا الشيء اللي ما قدرنا نتأكد منه ولا قدرنا نتأكد من مكان وزمان هاي الحادثة. ناشطين طالبوا بالتحقيق في الفيديو ومحاسبة المنتسب لمخالفة القانون وإهانة مواطن. الحلو أن مصادر صحفية تناولت تصريحات وزارة الداخلية اللي نفت تبعية هذا المنتسب للوزارة، اللي خلينا هذا النفي أمام مشكلتين بدل من مشكلة واحدة. المشكلة الأولى هي الاعتداء، والثانية أنه مواطن يلبس زي عسكري ويهين مواطن، أو أن أكو شخص يلبس زي عسكري يهين مواطن وما حد يعرفه وسط العاصمة العراقية بغداد. خلونا نشوف الحادثة اللي انتشرت، هاي هي الحادثة. الموصل الله. الصورة أو الفيديو اللي ظهر بيتكلم بعد ما يحتاج شرح. مواطن قاعد على رصيف صفى طاسة اللي يستجدي بها المال من بعض المارة، يقال أنه من سكنة الموصل أو من أهل الموصل ومنتقل إلى العاصمة العراقية بغداد. المشكلة نانا بهذا الفيديو كله اللي هو الضرب إلى هذا المواطن ورا ما وقع على القاع داس عليه بسطالة. هاي الحادثة ما مرت مرور الكرام، رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علقوا على هذه الحالة، وكان أول تعليق من ليث حسين يقول استهتار وإبراز عضلات، أتحدى هذا الشرطي إذا يقدر يحكي ويا واحد من جماعة الحجي. تعليق آخر من حسام الدليمي يقول الله يكون بعونك يا شعب، ما تعرف من وين تلقاها، من حكومة سرقت خيرك لو من الأجهزة الأمنية. هاني بغداد يقول لو نطق المواطن بكلمة تعرف أن أني المن تابع، كان الشرطي ما ضربه بس خطية ما عنده أحد المواطن هذا. وتعليق آخر من من زهراء السلطاني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفسيتي تعبت من هاي الفيديوهات، العراق كله صاير حكم القوي على الضعيف. إذا مشاهدينا الكرام مثل ما شاهدتوا هاي التعليقات حول الموضوع اللي هو مواطن قاعد بالشارع أو يعتدي عليه شخص أو منتسب، كانت هاي الصورة. موضوعنا الثاني، أنباء بينت إطلاق سراح المنتسب في ميليشيا الحشد الشعبي علي فخري جوحي. اللي ما يعرف علي فخري جوحي هو المتهم بنقل الطائرات المسيرة، يا طائرات، الطائرات اللي استهدفت بيت مصطفى الكاظمي بالمنطقة الخضراء بداية هاي السنة. هذا الشيء خلى الناس تثير أكثر من سؤال، اللي أكدت ما قالته بعض التقارير الصحفية اللي بينت عجز الكاظمي عن مواجهة الميليشيات وخوفه من سطوتهم حتى لو كان الأمر بيته. زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي ادعى إنه جوحي تعرض للتعذيب على يد ما سماها لجنة أبو رغيف، بإشارة منه إلى الفريق أول ركن أحمد أبو رغيف. كل هذا الشيء من أجل إجبار جوحي على الاعتراف أنه هو اللي قصف منزل كاظمي، بدلالة على اهتمام ميليشيا العصائب بهالشخص اللي لطالما حاول إعلام الولائيين إعلان براءته لرفع الحرج عن الحشد فيما يتعلق بقصف منزل كاظمي. خلونا نشوف صور تبين حالة القصف أو لحظة قصف الطائرة المسيرة لمنزل الكاظمي بحينها، إلى جانب صورة
لبطاقة تعريفية لعلي فخري جوحي المتهم بالوقوف وراء عمليات القصف. هذا الفيديو اللي اللحظات اللي انقصف بها بيت الكاظمي والهوية اللي كانت معروضة هنا اللي هي الفخري جوحي أو إلى جوحي. أطلاق سراح جوحي بهذا الوقت إجا بوقت تبين باعتقال وتغييب المقدم علي الشياع السوداني، عفوا علي الشياع المالكي، تقريبا من 10 أيام بعد نشر تسجيل مصور تحدث به عن مظلوميته وبعد نقله لنقطة حدودية بعيدة كلش عن بيته بسبب انتقاده للنائب عن دولة القانون ضرغام المالكي. هاي الازدواجية بالتعامل أثارت هواية تساؤلات، لأن اللي يقصف بيت الكاظمي يطلقون سراحة، بينما اللي ينتقد نائب ويلقي القبض على تاجر مخدرات إيراني بالجرم المشهود يغيب وينقطع راتبه وفقا لمناشدة نشرتها ابنة المقدم علي الشياع المالكي لوزير الداخلية عثمان الغانمي. خلونا نتابع. السلام عليكم يا وزير الداخلية، أنا شمس علي الشياع مالكي. اليوم إحنا للراتب مال أبونا، يقولون ما نط الراتب، قائد البصرة ما يقبل يطيه. إحنا بعد ما نريد الراتب من أي شخص، خلوه قائد البصرة يأخذ الراتب إليه. بعد أنا مار إحنا عائلة كبيرة 9 نفرات، يعني شناكل شناكل شنشرب الديانة للعالم؟ يعني شلون أنا بست ضابط وكلهم أخواني جهاز ضابط، يعني شلون نمد ديانة إحنا؟ بعيداً عن مشكلة شمس وأهلها وبنت المقدم على الشياع، أكو مشكلة ثانية. طفلة بهالعمر هذا ما المفروض تفكر براتب ولا شاكلون أو يشرمون. طفلة بهالعمر هذا تفكر بمدرستها، تفكر بدراستها، تفكر بمستقبلها، تفكر بصديقاتها بالمدرسة، تفكر بملاعيبها، تفكر شلون تتونس، بس مو تقعد تفكر لكم بهاي الطريقة. هاي المشكلة ما مرت أيضا مرور الكرام ذني القضيتين. رواد موقع فيسبوك تفاعلوا على هاي القضية. عندنا علي النقيب يقول: عمو هي مو بكيف وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء، هي بكيف الجيران. وأخرى من محمد حسن يقول: والله فضيحة، ضابط يلزم مهرب مخدرات، يطلعون المهرب ويدخلون الضابط للسجن. وأبو صالح الغزي يقول: إلك الله يا الفقير، إذا ضابط برتمة مقدم وصار به هيج، لله المشتكى. وطارق الجمال يقول: عمو هاي حكومتنا اللي يشتغل ويكافح الفساد يطلع مو خوش، الله يعطيكم الصبر عمو. هم دا يتكلمون مع شمس ابنة المقدم. إذا مشاهدينا الكرام، ملفنا الأول منتسب يعتدي على مواطن بالضرب ويمعن في إهانة هذا المواطن. ملفنا الثاني إطلاق سراح اللي نقل الطائرات المسيرة جوحي اللي قصفت بيت مصطفى الكاظمي، والفيديو الآخر بالملف الثاني اللي هو ابنة المقدم على الشياع اللي قدمت مناشدة تقول إحنا قائد العمليات بالمحافظة ما يرضى يطي راتب أبويا، وإحنا عائلة مكونة من 9 نفرات، زين إحنا إيش نأكل؟ شهاب من ديالة، حياك الله يا شهاب. حياك الله عيني، حيا والدوم. الله يخليك يا ربي، تحيا والدوم، تفضل أخويا. الله يحفظك. عيني أنا عندي مشكلة. عندك شنو؟ وأريد أطرحها من خلال قناتكم. عندك مشكلة، إيه قول. عندي قاع. إيه. قرار 117 قديم. نعم. المختار بي هاي الصينية، المختار كل رحت علي قلت لي حاكيته، يقول إحنا نريد نطبق مادة 140، يجي عرب يجي نشيل، ما نظل هنايا، ما عرب ما يرجع، عرب برا حمرين. نعم. هذا جوابه. زين قال المختارية قامت تطبق المادة 140، الحكومة وينها؟ ملا باختيار اول ما جاء رحنا علي قلنا له يابا احنا قدام اني ولادتي خانقين. نعم. ذاتي هنايا يقول لي عرب ورا حمرين، عرب ما يضل.
ينمر له باختيار انت لما ترشح رئاسة الجمهورية وتصير قائد على العراق. القائد هيك يعمل، رئيس جمهورية هيك يعمل، له خيمة للكل. لو يعمل الطائفية أول ما جاء هو هنا قاعد في القيم مقامية مالت خانقين القديمة، رحنا عليه أنا والمختار مال القرية مالتنا، يقول عرب ما يظل هنا، عرب ورا حمرين. نعم. جينا احنا كل المان نناشد مان الحكومة زين ما تدري بهذا العمل اللي يسوونه، يعني عصابات مافيات. هذا مختار ومستقوي اخوه قائد فرقة ومستهبوا به. نعم. يعني العراق ضيعة شعيط ومعيط بكل من هب ودب. نعم. يعني رحت اشتكيت بعقوبة يقولون القاعدة انت هاي مالتك. زين الدعوة انت يا زراعة بعقوبة تنطوني الدعوة مالتي بدون ما شفنا تدخل الحوارث. لحظة اخ شهاب، اخ شهاب بس سؤال، يعني انت قلت انه ادارة بعقوبة تقول انه القاع تابعة لك صح؟ نعم. زين تدون الزراعة بعقوبة بس شنو ما الكتاب غير انت لما تعطوني كتاب الزراعة خانقين غير تدخلون وارد، اكو دائرة كتاب ما تدخله وارد غير وارد وصادر وش اسمه. نعم. رحت على محامي، محامي يقول لي فتق الكتاب مالتك وتعال على الزراعة طلع لي الأوليات القاع مالتك. زين وهذا عارف فيها ما خليك تنزل ومنطيها السعيد إيراني، واحد إيراني هناية وفلع أخرى، يعني الإيرانية قامت تزرع ديعاننا ضرت عين الحكومة. نعم. هذا سعيد إيراني في مقام عباد. نعم. خانم فلاح عنده وجاي القاع مال القرية ويحطون الفلوس بجيبهم. نعم. هذا المختار واحد وياه. نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك اخ شاب، اتمنى من المسؤولين في محافظه ديالى ان يسمعون قضيه الاخ شاب وان يجيبوه، لانه يعني ما معقوله دائره تقول له انت تبعيه هاي القاع لك وتبعيه دائره ثانيه هي اصغر من تبعيه الدائره الاولى، لان بعقوبه هي مركز محافظه ديالى وخانقين هي قضاء في المحافظه، ما معقوله هاي تعترف وهاي ما تعترف، فالاشكال وين؟ اتمنى يجاوبوك اخ شاب. سالم من كربلاء، حياك الله يا سالم. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي هذا البلد اللي تعرض للدوس من قبل هذه المجاميع الارهابيه التكفيريه التابعه للميليشيات المواليه الى ايران. هؤلاء ارهابيين تكفيريين، الله بدأتك يا اخوي. نعم. هذول الارهابيين ان كانت ميليشيات الحشيد اللي هي اكبر ميليشيا ارهابيه او الميليشيا سلاح السلام هي لا تقل عن ميليشيات الحشد الشعبي، فهذه ميليشيات ارهابيه. نعم. هي قامت بجرائم حرب وجرائم سرقات بحق الاموال العراق. اي والله خاصه في السنوات السابقه. نعم. بالاضافه الى الجيش الحكومي، الله وكيلك كلهم هم ميليشيات ارهابيه تكفيريه مارقه، الله وكيلك. زين ولا هم وقادتهم وعناصرهم. نعم نعم. وبالخصوص ميليشيات سرايا السلام اللي هي اكثر اجراما واكثر تكفير واراقه دم بحق الابرياء، الله وكيلك. نعم. هي وقاد كل قادتها. زين ولا وبالاضافه الى الجيش الحكومي هذا اللي يسمى جيش عراق وهو براء العراق منه، ولكنه هو لا يقل عن ميليشيات سلاح السلام او الحشد الشعبي. هؤلاء قتله، هؤلاء قالوا يريقون الدم بشكل كبير، الله وكيلك. نعم. هؤلاء المرتزقه. نعم. شكرا 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 لك اخ سالم. ابو علي من لندن، حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. يحيي اصلك. وعليكم السلام ورحمه الله. والله انا اعيد هذا الاخ الفاضل اللي يقول هاي ميليشيات ارهابيه. اخوان لا تسمون هاي حكومه، كومة ميليشيات عصابات تابعة الخامنئي الإرهابي. هذا ملخص الكلام، تابعة الخامنئي الإرهابي، عملاء خونة يحكمون العراق.
تفضل. هذا الـ 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 بالنسبه للضابط، الضابط الشريف علي شياع، مو لازم لازم مخدرات بيد هذا، بيد هذا المعمم العجم المجوسي سوله، بدل ما يكافئوه، بدل ما يعني بدل ما شو اسمه يروحون يذبوه بالسجن 3-4 سنوات، والان هو بالسجن، الان هو بالسجن. هاي حكومه، عمي هاي حكومه المخدرات، هاي حكومه المخدرات. يعني ما اعرف المجرم والقاتل ها هو يطلع بريء، والانسان الضابط الشريف يذبوه بالسجن. ما قلت شيء بالعالم عمي، ما قلت شيء بالعالم. ما على الشعب العراقي، ها قلناها ألف مرة. قوم عمي قوم، استنتظر تفضل. ها شهر الثامن صار، ولحد الآن جاي صارعون على الكراسي، جاي صارعون على المناصب ببيناتهم. قوموا عمي قوموا قوموا، حتى جو ما بقاكم بعد. شنو بقاكم انتو؟ ما جاي أفتيم، ليش ساكتينهم انتو؟ ليش ساكتينهم يا عمي؟ ليش تصير ضعيف؟ ليش تصير جبان امام مجرمين قتله ارهابيين؟ قوموا سحولوهم بالشوارع، قوموا عمي قوموا. ايران سقطت، ايران سقطت عمي. ذولا راح يشردون، هاي الميليشيات التابعين لايران راح يشردون. اني اناشد وانصح كل ذولا المنتسبين للميليشيات، عمي اتركوهم، ارجعوا الى عراقكم، ارجعوا الى وطنكم، اتركوا هاي الميليشيات، راح تشرد الميليشيات عمي، راح تشرد. ايران سقطت الان، ايران منتهيه. طب يعني تقريبا 40-50 منطقه ايران ساقطه بيد المتظاهرين. النظام الارهابي الايراني سقط، وذولا راح يشردون عمي. تيار الصدري، حزب دعوه، مجلس الاعلى، فإلى الغدر كلها راح تشرد الايران. وين حتى ايران ما يتلقى، حتى ايران ما يشرد. نعم 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 نعم، حياكم الله. شكرا شكرا لك ابو علي. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم النشنية الطيبة الغالية يا استاذنا الكريم. تحية ودوم، تحية احترام وتقدير للعاملين. حياك الله اخوي العزيز. قاضي ندين ومستنكر تكميم افواه الاحرار من الناس العقلاء. نعم. من الناس الاحرار، من الناس ونستنكر تكميم الأفواه جملة وتفصيلة. أستاذي الكريم، متى ينهض نشامى العراق؟ متى ينهض نشامى العراق؟ احنا نتمنى الخير لجمهورية العراق يا أستاذي، من ناحية الخوة، ومن يا أستاذي. واحنا لما نتكلم نتكلم بكل احترام وصدق وأمانة يا أستاذي. وأيضا يا أستاذي، تم تعيين العاطلين عن العمل ولو بنصف راتب من ناحية البرلمان والحكومة المحترمين جميعا، وكذلك المرجعية يجب أن تتدخل أن تنهي هذه المشاكل بين العراق، وأيضا إعادة النازحين إلى مناطقهم، وكذلك أيضا يا أستاذي احترام العاملين والموظفين يا أستاذي. وعلاج المرضى بسرعة. واخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج. شكرا 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 لك اخ سعد. ابو مهدي من البصره، حياك الله يا ابو مهدي. نعم اخ ابو مهدي، تسمعني لو لا؟ نعم اسمعك. بس اذا تقدر نصلي لي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون حتى الكلام يكون اوضح يمي ويمك. تفضل اخوي. انا اسمعك واضح. نعم اسمعني واضح. اي نعم تفضل. والله نحكي على البصرة، على البصرة، على الخدمات مالتها، النهران كلها خارج. نعم. الماله ملوث ومو كلها امراض، وهاي البلدية والزباين طالب الشوارع، وخلف الاشياء اللي بالبصرة. نعم. هاي المسرح. نعم. وهاي المزارع عندنا خلفية. من تقول السبب بالحال هذا اللي بيه محافظة البصرة؟ ايه. وهاي شوارعها، شوارع مو عليها
ما عنده كل حفرة وما المايش اللي ملوث. نعم. وكهرباء تعبانة. نعم. بالبصرة. هاي البصرة من النفط ومن الخير. تعرف هاي البصرة. نعم. شكرا 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 لك ابو مهدي. ابو علي من بغداد حياك الله يا ابو علي. الله يسعدك ويساعدك. شلونك يا ابو؟ نحمد الله على كل شيء، انت شلونك؟ بالنسبه على بلندن هسه لا اسمه ابو علي ودا يحرض تخريفي ذاك يحرض على القتل. هاي الحكومة متأخذة وكل أربعة. بس الصوت ده يقطع أبو علاوي. هذا أبو علي خليفي متأخر يجي غاق ليش هناك ما نزل. طيب. وقال حكومة. شبيه الحكومة. كل أربعة. الحكومة هاي الوطنية. هاي الحكومة وطنية ليش؟ وطنية على شو على شو مين جدك؟ أبو علي يعني كل المتصلين دي يتصلون برنامج صوتكم دي يخالفوك بالرأي، إذا أنت عندك رأي مخالف أتمنى تشرح لنا حتى نعرف وجهة النظر ليش هاي الحكومة وطنية؟ هو غير كل أربع سنين انتخابات كل أربع سنين والحمد لله والشكر والنعم كل أربع سنين انتخابات هم الحكومة دي يعني عفوا الأحزاب والكتل السياسية تقول هاي الانتخابات مزورة مو إحنا هم يقولون لا 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 ما حد قال هو اللي يقول يا ما حد قال قيس الخزعلي والإطار التنسيقي الظاهر بباب المنطقة الخضراء وقلب الدنيا وقال الانتخابات مزورة وطلعوا لنا بالحاسبة وطلعوا لنا بالإمارات وطلعوا لنا بدول وما أعرف شنو هم يقولون الكتل السياسية يقولون إحنا خسرنا مقاعد وقالوا هاي مزورة بدر قال هاي مزورة مو إحنا أخوي أبو علي يعني أس ذولا تقول مو هم يقولون والقناة تقول مو هي تقول والإعلام تقول مو يقول لعد من يقول أبو علي الأربعة سنين الجاية إن شاء الله انتخابات بعد إن شاء الله انتخابات أبو علي أنت تقول هاي حكومة وطنية بس من رخصك أنت تقول هاي حكومة وطنية كل أربع سنين بها انتخابات مو هم يقولون هاي الانتخابات بها تزوير إذا أكو تزوير شلون وطنية هسه عفوا يقول صارت تزوير بس هسه إن شاء الله بالمستقبل زين غير الانتخابات كل أربع سنين شنو اللي سوت الحكومة حتى تصير وطنية تسوي يا أخي صار لا 19 سنة. إيه. بيقتلون الدواء عشان كان هذا بحالي يقول أنا بحالي. يا 19 سنة يرحم أهلك. إذا نريد نفكر بها ترى عرفنا بهذا التنظيم الإرهابي سنة 2014 إحنا بال 2022 يعني سبع سنوات ولا قاتلوا ولا هم يحزنون دمروا ثلاث مدن حطموها خلصوها قالوا انتصرنا ما بقى شيء بهاي المدن هجروا أهلها هسا يرجع التنظيم يقولون عنده خلايا نائمة وين الانتصار بالموضوع وين الحرب بالموضوع أنا إذا أسألك أسئلة أتمنى تجاوبني عليها يا أخي مو تنظيم هذا عصابات داعش أخي العزيز إذا سمعتني أو لا قلت لك تنظيم إرهابي أنا ما قلت لك عصابة أو مو عصابة لا ولا تنظيم قول عصابات داعش عمي عصابة على عيني وراسي عصابة جت تحتل ثلث العراق لأنه جماعة المالكي وجيش المالكي لما كان رئيس وزراء لبسوا دشاديش ونزموا وما ما أدوا واجبهم تمام أوكي هاي الخيانة ما لنا علاقة بها بس راحت المدن ودمرت المدن وحرروا المدن وطلع حيدر العبادي قال انتصارنا وهسه يقولون بعدها موجودة وين الانتصار بالموضوع لا لا بعد 50 سنة ما يولون شنو الوطنيه بالموضوع لا يعني هسه انت شغلتين يعني انت ما جاوبتني عليها انا ابو علي وين الوطنيه بالموضوع وطنيه ان شاء الله دور ثانيه هسه مو هاي دور ثانيه اي بس هذا ابو علي تمام شكرا لك ابو علي اللي عرضنا اليوم بهاي الحلقه واللي شفناه يخلينا مجبورين انه نسمع تصريحات وزير داخليتنا عثمان الغانم اللي شرح لنا شلون تمشي الأمور بالعراق الوزير بلقاء تلفزيوني أكد أنه مكتف ما يقدر يسوي شيء وما يقدر يحرك سيطرة ببغداد وأكد لنا هذا الوزير ووزير الداخلية عثمان الغانمي أنه كأي مواطن عادي طبعاً هو وزير هو كأي مواطن عادي يوصل للخبر التنفيذ عمليات الأمنية
بالواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار الغانمي إلى سيطرة الأحزاب والميليشيات على الدولة اللي وصلت إلى حد كبير، بحيث صار الوزير يطلب من قائد العمليات الإذن حتى يقدر يغير أي شيء على حد وصفه. خلونا نتابع جزء من تصريحات عثمان الغانمي اللي كشفت حجم الفوضى بالمؤسسة الأمنية بالعراق قبل استعراض التعليقات. القرارات الأمنية والارتباطات حقيقة تولد تعقيد في الوضع الأمني. النقطة الثانية، يعني هسه من تجي تاخذ قيادات عمليات بغداد على سبيل المثال، بها فرقتين شرطة اتحادي وثلاث فرق من الجيش، وزارة الدفاع تدرب وتسلح وتجهز، وزارة الداخلية تدرب وتسلح وتجهز وتنطي، تقاد المرض من قبل قائد عمليات بغداد ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة. احنا كوزارة الداخلية او كوزارة الدفاع ما نقدر لا نحرك لنا سيطرة، لا نحرك لنا فوج، لا نحرك لنا كذا، مكتوف في الأيدي يعني بصراحة. يعني وزير لازم يلجأ إلى قائد العمليات يقول يا بدي أغير أنا. بس في الحقيقة من يصير شيء المواطن يقول لك أين دور وزارة الداخلية؟ أين دور وزارة الدفاع؟ حقيقة ما إلها دور، إلها دور فقط بالتسليح والتجهيز للقطاعات اللي هي بأمرة قائد عمليات بغداد، من تجي إلى الانفتاح، إلى المناورة بالقطاعات، إلى تنفيذ الواجبات، إلى المداهمات، إلى قطع الشوارع، إلى الدخول بالإنذار، إلى رفع الإنذار. إحنا نسمعها أمرار يعني حقيقة تجينا رسالة بها ما مناقشينها. هاي تصريحات وزير. أنا راح أوجه له سؤال إلى والغيره، خصوصا إلى وزير الدفاع وياه. لما تصير انتخابات وطنية مثل ما يقول أبو علي من بغداد، تكتلون روحكم على هالكرسي هذا تقعدوا عليه حتى تصير وزير داخلية ووزير دفاع، وأنت مكتف مثل ما قلت، على شنو كاتل روحك؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تركوا هذا الموضوع وتصريحات عثمان الغانمي تمر مرور الكرام. هاني أحمد على فيسبوك يقول: أنت فريق أول ركن كنت قبل المنصب، إذا هيك وضعك فعيب على تاريخك سيادة الفريق تحكيها وأنت باقي بمنصبك. علي البيجاوي يقول: استقيل لا عاد شكو حاط روحك بمكان أنت مو قادر عليه. أنسل أسدي يقول: عليش باقي بالمنصب ومشلب بالكرسي وتأخذ راتب ملايين بالشهر من غير المخصصات والحماية والقصور؟ خو انسحب وقدم استقالة إذا تحترم نفسك وتخاف من ربك. ومصطفى المخيف يقول: وزارة العراق صلاحيتهم تحريك أصابعهم للتوقيع بعد استلام التوجيه من السيد والحجي وتاجر راس. إذن هاي التعليقات اللي كانت موضوع كانت عن عثمان الغانمي وتصريحاته، وزير بالدولة أو وزير وزارة سيادية بالدولة يقول لك أنا مكتف كل شيء ما أقدر أحرك. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، أنت هذول تقول عليهم وزير؟ نعم. أرجع على الوزير، أرجع على الوزير قبل 2003. هذا مو وزير هسه، هذا كوم من سيرة، هذا حديد عن الشيطان. هذا أبو علي طلع من بغداد يقول والله ها شنو كان شنو مكسر الضارب هذا؟ من عيقول 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 والله هاي دولة منتخبة كل أربع سنين، زين هاي دولة قد بس توفرت فيني مثل ما كانوا موفرها صدام حسين، أكثر من هاي مريض. مريض لا حقوق ولا يريد كهرباء، خليجون يجيبون وجبة كاملة مثل ما كان يعطيها صدام حسين. نعم. الله يرحمه. يقدرون؟ أتحداهم كلهم. من كاظميهم وحط إيدك وأنت نازل. من عمد ما وحط إيدك. كلها ما لها صحة هاي السوالف مالاتهم، ويطلع عاني وآني وآني وآني. يعني أنت تحت الاحتلال. ما سويت انقلاب، كان تسوي انقلاب وخذ انت. نعم. انت جيت على ظهر الدباده وتقول انا سويت وانا كنت وانا كنت. انا كثير اعرفهم وكثير اعرفهم، هو موطنه اموال دوله بذاك الوقت وكان محكوم. اذا كان انت محكوم سياسي، شنو محكوم سياسي؟ انت بايق اموال الدوله. نعم. انت عندك زينه بالمحارم وتقول انا محكوم سياسي؟ يا عمي تبطل خطف اللي هالسوالف. عمي ما ظل بشر غشيم،
هذا الله عمر الغنم البتشول ماكو قام يعرف كله شذب التلفيق بشذب. نعم. تولي نعم. خلي يعزون احسنهم يعزل مثل هذا الوزير خلي بالاستقاله خلي يطلع عمي يطلع بكرامته ياخذ راتبه ماكو راتبه فوق اللازم عمي راتبه يجوز 5 ملايين بالشهر. نعم نعم. عالم معده اخو بالتاكل. نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. ابو مروه ابو مروه عفوا من كربلاء حياك الله يا ابو مروه. حييك. السلام عليكم اخي. عليكم السلام والرحمه اخوي العزيز. اخي اذا تسمح لي رساله الى السيد وزير الداخليه من مواطن عراقي اذا تسمح لي من خلال القناه الكريمه. تفضل. شكرا جزيلا. سلام عليكم يا سيدي يا وزير الداخليه. مع كل احترام للرتبة وللمنصب الكريم، أنا مواطن عراقي أحب المناصب وأحترمها قبلها. يا سيد العزيز يا وزير الداخلية، أنت ما فاجأتنا بشيء ترى أبدا. هذا اللي تفضلت به إحنا ندري به. رسالتي بسيطة لك يا سيدي يا وزير الداخلية، رسالتي أن تترك المنصب وتحترم الرتبة، لأن اليوم والله يوم عزاء كان لنا إحنا كمواطنين. فلذلك إحنا من زمان قلناها نريد وطن. لما قلنا نريد وطن لأن إحنا عارفين يا سيدي يا وزير الداخلية أنت ما تقدر تحقق شيء. نعم. وشكرا. شكرا 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 لك أبو مروة. برنامج صوتكم دائما بمجال للأخبار الإيجابية والمواضيع الحلوة. صار الحجي إسماعيل زيدان القريشي من واسط مثال حي لكل مجتهد. الحجي القريشي يطلب العلم لتطوير ذاته والرقي بنفسه. حجي يبلغ من العمر 78 سنة يمتحن امتحانات نهاية السنة لمرحلة الخامس إعدادي على الرغم من كبر سنه، حتى يكون قدوة للصغار قبل الكبار ومثال يحتذى به. خلونا نشوف الحجي. بعد نحسن عاقبة الجميع. بعد لك كم امتحان بعد لك؟ بعد اليوم الحاسوب والفنية وباشر علوم القرآن. ويخلص؟ ويخلص نعم. إن شاء الله التوفيق. اللهم نتمنى لكم ولمحبيكم التوفيق بإذن الله تعالى. 78 سنة وما مل ولا ترك العلم. وأكو أطفال بالعراق اليوم ملاقي مكان يدرس به لأنه ماكو مدارس. فأتمنى المسؤولين في وزارة التربية أو الحكومة في بغداد يشوفون العراقيين شلون يحبون العلم ويتعلمون من الحجي ويوفرون مدارس للصغار. قضية الحجي اليوم على الرغم من كبر سنه ويؤدي امتحانات الخامس إعدادي حتى ياخذ شهادة ما مرت مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا بموقع فيسبوك علقوا على هاي القضية واحد كاتب له هو عمر المنصور يقول: بارك الله بيك، مثال يقتدى به في طلب العلم، فلا محددات للعلم. وقصي نافع شعلان يقول: أنا أعتبر هاي رسالة ليقول أنا بهذا العمر وأتعلم ولي طموح. وأبو يسيف السعيدي يقول: خلي الشباب يأخذون عبرة من هذه اللحية الكريمة لكي يصبحوا قدوة لضمان المستقبل، والعلم لا يحدده العمر. ربي يحفظكم جميعا. وسرى الأحمد تقول: ما شاء الله بارك الله بيك حجي، أحسنت. العلم لا يعرف عمر، طالب العلم يبقى شابا وإن بلغ 80، والجاهل يبقى عاجز وإن كان في 20. إذا مشاهدينا الكرام، ملفاتنا 4 اللي تناولناها اليوم. منتسب في الداخلية يعتدي على مواطن من أهالي الموصل جالس في أزقة العاصمة العراقية الحبيبة بغداد. ملفنا الثاني إطلاق سراح جوحي اللي هو نقل طائرات مسيرة اللي قصفت بيت مصطفى الكاظمي. وأيضا في نفس الملف مناشدة من شمس علي شياع المالكي اللي أبوها اعتقل تاجر مخدرات إيراني وعلى ضوء ذلك اعتقله وانتقد نائب. وملفنا الثالث وزير داخليتنا عثمان الغانم اللي طلع ويقول: أنا ما عندي صلاحية، أنا مكتف، وأني كل شيء ما أقدر أسوي، وأني سيطرة ما أقدر أحرك، وأني لازم أخذ الإذن من قائد العمليات اللي هو من المفترض أن يكون تابع إليه، يلا أقدر أحرك شيء. وملفنا الرابع اللي هو ملف إيجابي بعض الشيء، وهو أنه شخص يبلغ من العمر 78 سنة كبير سن، شيبته الحلوة هذه، يطلب العلم
يؤدي امتحانات الخامس الإعدادي ويا الطلاب بالمدرسة. قضيتنا الأخرى، ناشطين وصحفيين أدانوا محاولة السلطات الحكومية هدم جامع السراجي بمحافظة البصرة بحجة توسعة الطريق السياحي، وناشطين وصحفيين قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي أكو اتفاق بين ديوان الوقف السني في المحافظة ومحافظة البصرة بهدم جامع السراجي ومنارته الأثرية اللي انبنت سنة 1727 من أجل توسعة الطريق السياحي، على الرغم أنه حكومة البصرة يجب عليها أن تبني مسجد بمكان آخر قريب من موقع الأصلي وراء ما تهدم المسجد الأصلي. ناشطين حذروا من المضي بهذا القرار وطالبوا بجعله ضمن المواقع المحمية بالعراق والعمل لإدراجه ضمن مواقع التراث العالمي. قسم التواصل الاجتماعي سلط الضوء على هاي القضية وسوالنا تقرير، خلونا نتابع هذا التقرير. حول الهدم الحكومي يطال هذه المرة جامع السراجي رمز قضاء أبي الخصيب في البصرة، بعد أن طال التدمير الممنهج معالم عرف بها العراق على مر التاريخ لا سيما البصرة بحجج واهية لتغيير هوية المدينة التي نالها الخراب على يد حكومات الاحتلال إلى جانب تغيير تركيبتها الديموغرافية. شد وجذب بين الوقف السني ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني حول هدم الجامع، والأخير يرد بأنه اتفق مع الوقف السني حول آلية لنقل منارة الجامع إلى مكان آخر بغية توسيع الطريق العام. اتفقنا مع الإخوان بالوقف السني لأن هذا المسجد صار في الطريق وتوسعة الطريق راح تكون المنارة في توسعة الطريق. أكو تقنية سابقة مستخدميها العراق أنه هذه المنارة تنقل، يمكن أن تقطع إلى 4 أجزاء أو 5 وتنقل كمنارة وترجع تنصب مرة أخرى. بيان الوقف السني الذي أنكر فيه موافقته على هدم الجامع لم يمحو تاريخه في التواطؤ والتنازل عن المساجد والعقارات لصالح الوقف الشيعي، مما أثار مخاوف أهل البصرة بإزالة الجامع وذهاب إرث ديني وحضاري يمتد إلى 3 قرون. مسلسل التغيير الديموغرافي الذي لحق بمناطق شاسعة من العراق بعد عام 2003 طمس الكثير من تراث العراق الديني برعاية الحكومات المتعاقبة وأحزاب الخراب والميليشيات الطائفية وقوى الإرهاب التي دنست تاريخ وحضارة البلاد، تارة بحجة الاستثمارات والتطوير وتارة بحجة توسيع الطرقات، والهدف الواضح تغيير هوية العراق ومعالمه الدينية التي تحظى بأهمية بالغة وقيمة عليا في نفوس العراقيين على اختلاف مشاربهم. كان هذا التقرير اللي عدى قسم التواصل الاجتماعي مشكورين في قناة الرافدين حول قضية جامع السراجي بمحافظة البصرة وكلام أسعد العيداني عن نقل المنارة وغيرها، لكن أكو مخاوف من هدم هذا المسجد وطمس شيم بنا قبل 300 سنة. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى قضية أخرى وهي فقرة الهاشتاج. طلاب المقدمين على الدراسات العليا، مو أول مرة نأخذهم برنامج صوتكم. الطلاب اللي مقدمين على الدراسات العليا للسنة الحالية في وزارة التعليم الحالي طالبوها بتوسعة عدد المقاعد المخصصة للدراسات العليا أسوة بالأعوام السابقة، حرصا منهم على إكمال تعليمهم العالي بدل من أن تجبرهم سياسة تقليص المقاعد المتبعة من وزارة التعليم العالي إلى الدراسة في الخارج بجامعات إيرانية ولبنانية تفتقر للحصانة العلمية. الطلاب كذلك لوحوا بتنظيم تظاهرة أمام مبنى الوزارة يوم الأحد المقبل للضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لمطالبهم. راح نستعرض لكم عدد من تغريدات الطلاب على وسم التوسعة العاجلة لسنة 2022-2023. كانت تغريدات على منصة تويتر، أول تغريدة من سمية: طالب يقرأ ويتعب وينجح وما ينقبل بسبب فرق بالأعشار وبسبب قلة المقاعد خاصة العام، فمن باب الإنصاف تنطون توسعة عاجلة لطلبة 2022-2023 هاشتاج التوسعة العاجلة لسنة 2022-2023. حيدر يقول هاشتاج التوسعة العاجلة لسنة 2022-2023: النجاح بالتنافس كان قليل هالسنة والمقاعد أيضا قليلة وأعداد الطلبة كبيرة جدا، نطالب بالتوسعة أسوة بالسنوات السابقة. ونجلاء القريشي تقول نحن طلبة الدراسات العليا
نطالب بتوسعة مقاعد عام 2022-2023 وذلك لشمل أكثر عدد من الطلبة المتقدمين. هاشتاغ التوسعة العاجلة لسنة 2022-2023. نرجو من قناتكم المساندة لنا ونقل صوتنا خلال تظاهرة يوم الأحد الموافق 5/6/2022 في 9 صباحا. أخت نجلة، هاي مساندة قناة الرافدين إلى طلاب الدراسات العليا في برنامج صوتكم. زمرد تقول: ما حقوقنا أن ندرس في بلدنا وأن نكافأ على اجتهادنا؟ نرجو أن تكون لدى الوزارة خطة مدروسة لكي لا نظلم ونخسر عاما من أعمارنا. نطالب بتوسعة عاجلة أسوة بالسنين السابقة. هاشتاغ التوسعة العاجلة لسنة 2022-2023 وتابعتها بعلم العراق. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المحاور اللي تناولناها اليوم في برنامج صوتكم. محاورنا الرئيسية قبل الهاشتاغ والإنفوغرافيك كانت هي ملفاتنا الأربعة: اعتداء منتسب على مواطن في العاصمة الحبيبة بغداد، إطلاق سراح جوحي المتهم بقصف بيت المالكي، وأيضا قطع راتب علي إشياء المالكي ومناشدة بنت شمس إلى وزير الداخلية عثمان غانمي. بعد ذلك تناولنا تصريحات عثمان غانمي اللي بيّن بها أنه هو كل شيء ما يقدر يسويه، يعني وجوده وعدم وجوده واحد، هو وزير بس بالاسم بس ما عنده سلطة على أي سيطرة بالعراق. وآخر ملف تناولناه بالمقاطع مالتنا هو الحجي اللي طلع عمره 78 سنة ويمتحن خامس إعدادي ويا الطلاب في مبادرة لطلب العلم، وأيضا هذا الشيء حفز الناس على أنه يساعدون الطلاب، والحكومة من المفترض أن تفكر بالمدارس. أيضا تناولنا الإنفوغرافيك عن جامع السراجي في محافظة البصرة اللي المحافظة دا تحاول تهدمه مع الاتفاق مع الوقف السني، وملفنا الأخير اللي هي توسعة مقاعد الدراسات العليا، الهاشتاغ اللي تناولوه على موقع تويتر. مشاهدينا الكرام، مشاكل العراق كثيرة جدا، لكن من أين تنبع مشاكل العراق؟ لما تسمعون تصريحات المسؤولين، لما يطلع لك مسؤول بمرتبة وزير مثل عثمان غانمي، وزارته مو وزارة عادية، هي وزارة الداخلية اللي من المفترض هي المسؤولة عن أمن المواطنين في الداخل، لما يطلع لك وزير ويقول لك أنا متشتف وأنا ما أقدر أحرك سيطرة وأنا إذا أريد أغير شيء لازم أخذ الإذن من قائد العمليات، فإذا الوزير يأخذ الإذن من قائد العمليات باكر عقب الأستاذ يأخذ الإذن من الطالب، والمدير يأخذ الإذن من المعلم، والمدير في أي مؤسسة بالدولة يأخذ الإذن من الموظف، فأقرأ على الدنيا السلام. بعد تصريحات عثمان غانمي واللي شفتوا اليوم بحلقة صوتكم، أنتوا شو تقولون؟ اللي دا يصير بالعراق هذا شيء طبيعي لو لا؟ وهل توافقون على أنه اللي دا يصير بالعراق شيء طبيعي أم لا؟ هذا الشيء كله أنتوا تجاوبون عليه. أتمنى أنه تجاوبون على هاي التساؤلات بحلقات أخرى من برنامج صوتكم. ننتظركم باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. انتظرونا، في أمان.